تتعرض المنشأة التي أمامكم لهجوم إلكتروني متزامن من عدة مواقع مختلفة على منشأة اقتصادية أدى إلى تعطيل نظام المراقبة الأمنية للمنشأة وتوقف نظام الحماية والبوابات الإلكترونية بهدف إحداث ثغرة في النظام الأمني ونظام السلامة للمنشأة ليسهل عملية إعطاب وتوقف المنشأة أو جزء منها. يتم إبلاغ عمليات القيادة والسيطرة لنشر القوات الأمنية الخليجية المشتركة وتأمين المنشأة ووضع نقاط أمنية لحفظ الأمن. وكما تشاهدون يتم الإحكام بطوق أمني على المنشأة حيث يحتوي الطوق الأمني على مجموعة من العربات والمدرعات الأمنية. كما تشاهدون وصول المدرعات الأمنية متعددة المهام من القوات الأمنية الخليجية المشتركة لإحكام السيطرة الأمنية حول موقع الحدث والمرور من خلال النقطة الأمنية ومنع الدخول أو الخروج من المنشأة. أثناء ذلك يتم إحكام الطوق الأمني ويتم السماح بدخول عربات الفريق المختص. والمرور من خلال النقطة الأمنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية وفرض السيطرة الأمنية على كامل محيط المنشأة. يتم دخول الفريق المختص للتعامل مع هذا الهجوم الإلكتروني وفق ما يقتضيه الموقف. حيث تشاهدون نزول الفريق المختص للتعامل مع هذا التهديد لمنع أي تداعيات لهذا الحدث الأمني. يتم التعامل مع هذا التهديد بكل كفاءة وفاعلية من قبل الفريق المختص للقوات الأمنية الخليجية المشتركة. وبعد إعلان المنشأة آمنة تتم مغادرة القوات الأمنية الخليجية المشتركة للموقع. رصد مركز تنسيق البحث والإنقاذ بمحور الخليج العربي رسالة استغاثة صادرة من سفينة شحن خليجية مفادها اعتلاء أشخاص مسلحين على متنها واحتجاز طاقمها كرهائن. وعلى الفور يتم رفع درجة التأهب لعموم دوريات قوات حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي المشتركة لمواجهة حالة السطو المسلح، حيث يتم تكليف سفينة ومجموعة من الزوارق البحرية لتطويق وتحييد السفينة المختطفة كما يتم الاستعانة بطائرات الاستطلاع الجوي لمتابعة الحدث.
ومن خلال عمليات التفاوض يرفض الخاطفون إطلاق سراح الرهائن والاستسلام، ويصدر التوجيه بتنفيذ عمليات الاعتلاء والتعامل مع العناصر الإجرامية وفق ما يقتضيه الموقف. يتم على ضوء ذلك نقل القوة الأمنية الخليجية المشتركة عبر الزوارق البحرية الخاصة والطائرات العمودية الأمنية إلى موقع السفينة للتعامل مع الحدث. يتمكن القناص الجوي من تأمين سطح السفينة والقضاء على العناصر الإجرامية تمهيداً لتنفيذ عمليات الإنزال والسريع والاعتلاء، ويتم اعتلاء السفينة والإنزال الجوي السريع لتنفيذ عملية الاقتحام. تستمر عمليات الاعتلاء من قبل قوات حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي المشتركة للسيطرة على سطح السفينة. يتم فرض السيطرة الأمنية على سطح السفينة من قبل قوات حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي المشتركة. تواصل القوات عمليات التطهير لأجزاء السفينة الخارجية والداخلية وصولاً إلى قمرة القيادة. يستمر فرض السيطرة الأمنية داخل وخارج السفينة للقضاء على العناصر الإجرامية، ويتم السيطرة على الخاطفين وتحرير طاقم السفينة والقبض على العناصر الإجرامية، ويتم إنزال الفرق البحرية الخاصة لتأمين السفينة تحت خط الماء والتأكد من عدم وجود مهددات أمنية. وبالتزامن مع هذا الهجوم ورد بلاغ إلى مركز العمليات يفيد برصد الرادار لأربعة أهداف بحرية غير معرفة تبحر بسرعة عالية باتجاه البحر الإقليمي. تظهر عمليات الاستطلاع أن الأهداف عبارة عن مجموعة من القوارب، الأول والثاني غير مأهولان ومسيران عن بعد، ومن المحتمل أن يكونا مفخخين. أما الثالث والرابع على متنهما أشخاص، وأن جميع القوارب تبحر باتجاه منصة الخير النفطية. تقوم دوريات حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي بمطاردة أحد القوارب المسيرة عن بعد لاعتراضه وإعطابه. وتتمكن الدوريات البحرية المشتركة من اعتراض الهدف وتدميره في منطقة آمنة وبعيدة عن المنصة. كما تقوم الدوريات الأمنية لحرس الحدود وخفر السواحل الخليجي المشتركة بمطاردة الهدف الثاني، والذي يستقله مجموعة من الأشخاص، حيث يقوم بتغيير مساره باتجاه الشرق للهرب من الدوريات البحرية بسرعة عالية. وتقوم الدوريات بمطاردته واعتراضه والتعامل معه مع تنفيذ خطة الإغلاق البحري لمنع عودته للمياه الدولية. تتمكن الدوريات البحرية للقوة الأمنية المشتركة من استيقاف القارب الثاني بعد إطلاق النار عليه، وينتج عنه إصابة اثنين من بحارته ومقتل الآخرين. ويتم على ضوء ذلك نقل الأشخاص والمقبوضات لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم
وقطر القارب إلى رصيف الوحدات البحرية، مع التأكيد على تحريز المقبوضات وجميع المتعلقات الشخصية بالمقبوض عليهم. وخلال ذلك تشاهد الدوريات البحرية لحرس الحدود وخفر السواحل الخليجي القارب المسير الثاني، ويتم استهدافه، مما أدى إلى انحرافه واتجاهه إلى منطقة ساحلية. تتم مطاردة القارب المفخر وتتعامل معه الدوريات الساحلية بعد إخلاء منطقة النيران من الدوريات البحرية. تم إخلاء منطقة النيران من الدوريات البحرية للتعامل مع القارب المفخخ من قبل الدوريات الساحلية، حيث تنجح الدوريات الساحلية لحرس الحدود وخفر السواحل الخليجي من تدمير القارب المفخخ الثاني. وتقوم الدوريات البحرية بمطاردة الهدف الرابع لمحاولة استيقافه، إلا أنه تمكن من الوصول للشاطئ مستغلاً انشغال الدوريات بالتعامل مع القوارب المفخخة، حيث يصل لمنطقة ضحلة وعلى متنه 4 أشخاص تمكنوا من التسلل إلى المنشأة الاقتصادية الحيوية. تشاهدون الآن اقتراب طائرتين مسيرتين من نوع درون تحلق بالقرب من محيط المنشأة. يتم التعامل معها من قبل القوات الأمنية الخليجية المشتركة والتي تتواجد لحماية المنشأة، باستخدام الأنظمة المضادة بواسطة جهاز التشويش على الطائرات الدرون. كما تشاهدون اقتراب الطائرة الأولى، حيث قامت القوات الأمنية الخليجية المشتركة بالتعامل مع الحدث باستخدام جهاز التشويش لإنزال الطائرة ونقلها إلى مكان آمن بعيد عن محيط المنشأة من قبل الريبوت الآلي لفحصها والتأكد من خلوها من أي خطر قد يشكل تهديداً على المنشأة. كما تشاهدون يتم الآن نقل الطائرة وإبعادها عن محيط المنشأة. أما الطائرة الثانية فيتم إطلاق النار عليها من قبل القوات الأمنية الخليجية المشتركة وتدميرها قبل وصولها إلى محيط المنشأة. بعد ذلك يتم رصد مركبة تسير بسرعة عالية يبادر مستقلوها بإطلاق النار على رجال الأمن ليتم الرد عليهم بالمثل من قبل القوات الأمنية الخليجية المشتركة، مما أدى إلى توقفها. وفي هذه الأثناء تصل فرقة الدعم والإسناد وتطويق منطقة الحدث للتعامل مع المطلوبين وفق ما يقتضيه الموقف، حيث تتم السيطرة على العناصر الإجرامية وتفتيش المركبة وسرعة التعامل مع الحدث بكل جاهزية واقتدار. كما تشاهدون الآن يتم رصد مركبة يستقلها شخص كان يقوم بتوجيه الطائرتين المسيرتين، حيث تتم ملاحقته من قبل الدوريات الأمنية المشتركة واستيقافه بالقوة الجبرية.
ليتم القبض على قائد المركبة. بعد ذلك وفي توقيت متزامن من رصد المركبة، قام مجموعة من العناصر الإجرامية بالتسلل إلى مبنى إصدار التصاريح، مستغلين تعطل أجهزة المراقبة والبوابات الإلكترونية بعد الهجوم السبراني على المنشأة. اثنان منهم يقومان باحتجاز رهائن داخل المبنى، والآخرين يقوموا بالتخفي ضمن موظفي المنشأة والوصول إلى حافلة مخصصة لنقل الموظفين. كما تشاهدون الآن وصول الدوريات الأمنية الخليجية المشتركة وتطويق المبنى بطوق أمني محكم. حيث تتم عملية مسح جوي ومراقبة مستمرة عن طريق طائرة الاستطلاع الأمني. تتم المفاوضة مع العناصر الإجرامية من قبل قائد الفريق، إلا أن العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق النار على رجال الأمن ليتم الرد عليهم بالمثل لتشتيتهم وإشغالهم حتى وصول الدعم. وكما تشاهدون الآن تتم عملية إنزال الفريق الجوي بواسطة طيران الأمن للوصول إلى سطح المبنى. يتم تحضر الفريق للنزول بواسطة حبال الإنزال وتأمين كافة نوافذ المبنى، كما يتم دخول الفريق الأرضي بواسطة المدرعات والتحرك لكشف زوايا المبنى وتأمينها، متخذين الدروع الخاصة بالاقتحام ساتراً لهم للوصول إلى المبنى. يتم الآن اقتحام المبنى بالتزامن من جميع الفرق وفق ما يقتضيه الموقف، والسيطرة على العناصر الإجرامية، حيث يتم تفتيش المبنى والتأكد من خلوه من العناصر الإجرامية وتخليص الرهائن والتأكد من سلامتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم، معتمدين في ذلك على ما تحقق من التدريب التخصصي في مجال مكافحة الإرهاب، والذي ينعكس إيجاباً على القوات الأمنية الخليجية المشتركة في تأدية الأعمال الميدانية على أكمل وجه. وفي هذه الأثناء يتم خروج فريق الاقتحام من مبنى إصدار التصاريح بعد التطهير والسيطرة على المطلوبين وتسليمهم للجهات المختصة. تشاهدون الآن مغادرة القوات الأمنية الخليجية المشتركة بعد سيطرتهم على الحدث الأمني بكل كفاءة وفاعلية. كما يهدف التمرين إلى التنسيق بين الوحدات المشاركة في تنفيذ مثل هذه المهام.
تتوجه الآن إحدى الشخصيات الهامة لتفقد المنشأة بعد تعرضها للهجمات. يساهم التمرين في تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعامل مع الأحداث وتحقيق الأهداف المشتركة. إن تكامل المنظومة الأمنية للقوات المشتركة وتوظيف التقنية والتأهيل والتدريب العسكري حقق نجاحاً في رفع الحس الأمني لمنسوبي القوات الأمنية الخليجية لاكتشاف أي محاولات لتهديد الأمن وإحباطها. يغادر الموكب الآن بعد أن تم تفقد المنشأة بعد تعرضها للهجمات السبرانية والعناصر الإجرامية. إن تباين الطبيعة الجغرافية وترامي الحدود الخليجية شكل تحدياً قوياً، حيث يتم استغلال ذلك من قبل العناصر الإجرامية في تحقيق مقاصدهم وغاياتهم، ولكن القوات الأمنية الخليجية المشتركة لهم بالمرصاد، حيث تمكن رجال القوات الأمنية الخليجية المشتركة مع تراكم الخبرات والتجارب من التأقلم مع كافة الظروف البيئية والجغرافية، وذلك للتصدي لجميع التهديدات المحتملة والتي تمس أمن الخليج العربي. وأثناء تحرك الموكب يتعرض لعملية هجوم من قبل مركبة يستقلها عناصر إجرامية، حيث تقوم العناصر برمي قنابل على سيارات الحراسة ويتم التعامل معها وإطلاق النيران وتفادي استهداف الموكب ونقل الشخصية الهامة إلى موقع آمن. وفي الطريق يتعرض الموكب لهجوم آخر عن طريق سيارة معادية أخرى، ويتم التعامل معها بتنفيذ مناورة، ويتم طلب الطائرة العمودية المرافقة للموكب لإخلاء الشخصية جواً لموقع آمن. إن تباين المهام الأمنية يستدعي قدرات عالية لتنظيم وحدة القيادة وانسجام المنظومة ووحدة الأمر والتنسيق لأداء المهام بفاعلية، كما أن تعدد هذه المهام شكل تحدياً يتمثل في تحقيق مستوى عال من الجاهزية لمختلف الوحدات، وتطلب تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتلائم مع تنفيذ المهام كل على حسب اختصاصه. يظهر الآن العناصر الإجرامية التي تخفت بين موظفي المنشأة أثناء نقلهم عبر الحافلة، حيث يقومون باختطاف الحافلة واحتجاز من فيها كرهائن، مما يستدعي قيام القوة الأمنية الخليجية المشتركة من اعتراض الحافلة وتنفيذ عملية أمنية لتحرير الرهائن والسيطرة على الموقف والقبض على العناصر الإجرامية. تمت الاستعانة بالعربات الأمنية المدرعة، حيث يتم إحكام الطوق الأمني على الحدث، كما تمت الاستعانة بالطيران الأمني لتعزيز الموقف.
ويغشى الأرض زلزال مهيب يترجم وقع أقدام الجنود. رجال عاهدوا الرحمن ألا ينال المعتدي أرض الجدود. فمنتصر أبي أو شهيد يسير من الخلود إلى الخلود. ويا له من خلود إن تحقق لهم ذلك، فإن لم يحظوا بالحياة بالنصر حظوا بالحياة كمن سبقهم من رجال الأمن. رجال وأي رجال، لقوا ربهم، صانوا عهدهم، بروا قسمهم، وقالوا كلمتهم الله ثم القيادة والوطن. وطن وأي وطن، وطن خليجي واحد صنع فينا الشموخ حتى صدحت حناجرنا. لن تتوقف قوائم الشرف في ميادين العز والوغى ما دام فينا قيادات تسعى لأن نصبح أسمى الشعوب. من خلال عمليات جمع المعلومات وما تم استخلاصه من المقبوض عليهم، يتأكد وجود خليتين لعناصر إجرامية تقوم بالتجهيز والتحضير لتنفيذ عمليات إجرامية، ويتم تحديد الموقعين في مبنى ومزرعة. يصدر التوجيه لتنفيذ عملية مداهمة للموقعين اللذان تتمركزان فيهما الخلية التابعة للعناصر الإجرامية. على الساحل تهبط الحوامات التي تنقل قوة مشتركة من حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي لتعزيز حماية الساحل ومنع هروب العناصر الإجرامية. تتقدم القوة الأمنية الخليجية المشتركة لتطويق منطقة الحدث وعزل كامل نطاق المسؤولية لمنع وصول أي تعزيزات أو محاولة هرب، حيث تتقدم فرق الاستجابة الأولية لعمل الطوق الخارجي وغلق مسرح العملية ومنع الخروج من المبنيين والتعامل الأولي مع الحدث وتمرير المعلومات أولاً بأول وتهيئة مسارات للدخول لعربات التدخل السريع. لقد استخدم في هذا التمرين الحوامة من نوع DTM 8000، وهي واسطة برمائية بعيدة المدى من فئة 20 مترا ذات محركين تعتمد في حركتها على نظام الرفع والدفع، وتصل سرعتها إلى 45 عقدة بحرية. تقوم العناصر الإجرامية بوضع عبوات متفجرة لمحاولة تعطيل القوة الأمنية المشتركة. وبالتزامن مع هذه التعزيزات يتم إنزال فرق الاقتحام المحمولة جواً على أسطح المباني.
تجهيز هذه الطائرات لمباشرة وتنفيذ جميع المهام المختلفة، من ونش للإنقاذ وكاميرات حرارية تعمل على الأشعة وأشعة الليزر وخطاف للحمولة ومنصات أسلحة ذات أعيرة نارية مختلفة وأجهزة إسعافات ورعاية طبية متطورة تضاف داخل كابينة الطائرة عند الحاجة. ويمكن استخدام كابينة الطائرة للشحن بإزالة جميع المقاعد، وباستخدام باب هيدروليكي خلفي للشحن والإنزال السريع. تمت عملية الإنزال السريع تمهيداً لاقتحام المباني. تتحضر القوات الأمنية الخليجية المشتركة من اقتحام المباني وتطهير الموقعين والتخلص من العناصر الإجرامية. تشاهدون الآن تقدم العربات المدرعة لعمل الطوق الداخلي لإحكام السيطرة والتعامل مع العناصر الإجرامية، حيث تتقدم العربات المدرعة لإنزال فرق الاقتحام الأرضية في أقرب نقطة آمنة للمبنيين. تبدأ الآن عمليات الاقتحام وتطهير المباني. سأهتف يا خليجنا ما حييت وأنسج في عشقك المفردات، وإن حان خوض ضمار الحروب نسير إلى الذود كالراسيات، وقادتنا يرسمون الخطى ونحو العلا تنجز المنجزات، سنحمي الحياض وديدننا كذلك نبقى وحتى الممات. تتمكن القوة الأمنية الخليجية المشتركة من القبض على العناصر الإجرامية والتعامل معهم حسب ما يقتضيه الموقف. تقوم فرق إبطال وإزالة المتفجرات والأدلة الجنائية بالقوة الأمنية المشتركة بعمليات المسح والتفتيش. يتم تطهير الموقع من أي مهددات أمنية، وتقوم القوات الأمنية الخليجية المشتركة من الانسحاب من الموقع.